طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، وذلك عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. 5 أشهر لحكومة مصطفى الكاظمي، ما الذي تحقق؟ تنهي حكومة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء شهرها الخامس دون أن تتمكن من التغلب على المشاكل والملفات العالقة، وذلك بعد منحها الثقة في 7 مايو أيار الماضي. الملفات متعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد، ومن أبرز هذه الملفات التي لم تحل لغاية الآن هي مشكلة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، حيث تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه الحكومة وتواجه الشعب، والتي تجد نفسها مرغمة أي الحكومة على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات مسلحة ضد البعثات الأجنبية ومطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، والتي نتج منها تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد ونقلها إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. إلا أن الحكومة تحاول طبعا إقناع الأمريكيين بالتراجع عن قرار إغلاق السفارة في بغداد من خلال لقاءات واتصالات متكررة، منها اليوم دعوة وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره الدنماركي جيبي كوفود للتدخل لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن قرارها في إغلاق سفارتها في بغداد على خلفية تصاعد الهجمات الصاروخية مؤخرا. وأوضحت الخارجية بأن وزير خارجية العراق بحث مع نظيره الدنماركي قرار واشنطن القاضي بسحب بعثتها الدبلوماسية من بغداد وتداعيات هذا القرار على دول التحالف ودول حلف شمال الأطلسي، مطالبا الدنمارك الدخول كوسيط لحث الأمريكيين على إعادة النظر في قرارهم. وكذلك لقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق الجنرال بول كالفيرت مساء أمس الثلاثاء. وبحسب بيان حكومي فإن اللقاء بحث تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني فضلا عن جهود ملاحقة بقايا تنظيم داعش. كذلك ناقش اللقاء الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. هاجم الكاظمي كذلك أمس الثلاثاء الجماعات المسلحة كما أسماها التي تنفذ هجمات متكررة، قائلا بأن الجهات التي قتلت وجرحت العراقيين الأبرياء تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي هاجمت منطقة الرضوانية المجاورة لمطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي، ما سبب مقتل 7 أشخاص من المدنيين، وذلك خلال ترأسها الاجتماع الأول للجنة التي شكلها للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف البعثات والمصالح الأجنبية. إذن 5 أشهر على تولي مصطفى الكاظمي للحكومة، ما الذي تحقق؟ طبعا مسؤول حكومي أكد لصحيفة العربي الجديد بأن السلطات في العراق ليس لديها عداء مع جهة محددة، وأوضح بأن إجراءاتها تهدف إلى الحد من الهجمات التي تحاول الانتقاص كما أسماها من هيبة الدولة، ما أعرف شو بقى من هيبة الدولة، والإساءة إلى سمعة العراق على المستوى الدولي ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء ذلك أيا كانت. المسؤول الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للصحيفة أكد بوجود جدية لدى الحكومة لحسم هذا الملف بسبب الحرج الذي تعرضت له بعد تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد. في المقابل قيادات بميليشيات مسلحة تقلل من أهمية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة للحد من الهجمات التي تستهدف البعثات والمصالح الأجنبية لا سيما الأمريكية. وقال المتحدث باسم
ميليشيا كتائب سيد الشهداء كاظم الفردوسي بأن تراجع عمليات القصف الصاروخي خلال الأيام الأخيرة ليس له علاقة بالضغوط الأمريكية وليس له علاقة بالإجراءات الأمنية على الأرض، وأضاف في تصريح صحفي: لكن ذلك حصل بعد تواصل بين ما أسماها فصائل المقاومة الرئيسية والمجاميع الجديدة التي تقاوم الاحتلال الأمريكي. طبعا لا تقتصر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي على الأمن، بل تواجه الحكومة أيضا مشاكل سياسية واقتصادية متداخلة، في مقدمتها الحديث عن وجود حراك برلماني لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وإقالته على خلفية تأخر تسديد مرتبات الموظفين. عضو اللجنة المالية في البرلمان ثامر ذيبان أكد وجود تحركات لإقالة وزير المالية بسبب إخفاق وزارته في تأمين المرتبات، وأضاف في حديث نقلته وسائل إعلام محلية: سيكون هناك تحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي. معنا اتصال أم زيد من بغداد. تفضل أم زيد. زيد من بغداد، تفضل زيد. زيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ عمر؟ أهلاً وسهلاً بك، حياك الله. موضوع اليوم عن تولي الكاظمي لمدة 4 أشهر، مو صح؟ 5 أشهر. خلص 5 أشهر. شنو اللي تحقق على الأرض؟ والله ما تحقق شيء يا أستاذ عمر، مجرد وعود كاذبة وإيهام الناس بالإصلاحات الوهمية، ولا يوجد على أرض الواقع أي شيء، مجرد تخدير أعصاب الناس. أين الوفاء بوعوده بالكشف عن قتلة المتظاهرين؟ نعم. أين وعوده بالتوفير الوظائف للخريجين؟ أين وعوده بإجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء إليها؟ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. نعم. مجرد تخدير أعصاب العراقيين لكسب الوقت من أجل الأحزاب. الأحزاب بعثته برسالة صريحة واضحة. نعم. تخدير الشعب العراقي لأطول فترة ممكنة وإيهام الناس بالإصلاحات، مجرد جعجعة إعلامية لا أكثر ولا أقل. اعتقلنا فلان وحاكمنا فلان ودمرنا أصحاب الفساد واعتقلنا، وهم كلهم فاسدين. إذا يريد يكون محقق للإصلاح فليعتقل المالكي ومقتدى الصدر وهادي العامري ورؤساء الميليشيات كافة قاطبة. نعم. هذا الإصلاح الحقيقي. والله رايح على مدير عام باقي لك كم مليون دينار، ورايح لي على ضابط، ورايح لي على برلماني، هاي مو إصلاحات أستاذ عمر. هاي مجرد تخدير لأعصاب العراقيين، وأقول للعراقيين اصحوا. نعم زين. نامت نومتكم، خوما نامت نومتكم. زين زيد، 5 أشهر، 5 أشهر يعني معقولة ولا ملف يقدر يعني يحل مثلا تحقيق في قتلة المتظاهرين، إعالة النازحين، فتح ملف المغيبين، المقابر الجماعية، الوعود اللي أطلقها على الأقل. اليوم إحنا عندنا مشكلة، هي مشكلة الرواتب بالعراق، والحديث عن أنه ربما لا سمح الله أن العراق بعد 6 أشهر يعني يفلس، يقعد على الحديدة. انهيار. أستاذ عمر. نعم. يعني هسه أنت مثلا، أنا طالب واريد اوصل للنجاح، واريد اصير طبيب او مهندس، الي غايه اوصلها، واني اذا انا طالب مهمل راح اوصل هذا الشيء؟ ما اوصله، صح لو غلط؟ هذول اجوا مجرد مناصب يستلمون رواتب، لا يفكرون باصلاحات، ولا مخلين ببالهم اصلاحات، ولا يريد يسوون اصلاحات، واذا اكو اصلاحات هم يبعدون عنها. استاذ عمر، هسه ابسط شيء، هسه انا اذا تقول لي مثلا يا زيد اريدك مثلا تحرس هاي المنطقه، ما تخليها تنبغ، واحاسبك على هذا الشيء، وهاك هاي عصايا مو بندقيه، انا راح اوقف بكل قوتي وما الله انطاني من قوه واحامي هاي المنطقه، عرفت شنو؟
أنا بنيتي أحامي هاي المنطقة وأحرسها من اللصوص والحرامية، بس هذول هم ينطرون للحرامية، الحرامية تموت. نعم يا أستاذ عمر، إحنا ليش نغلط نفسنا بنفسنا؟ هو هذا الكاظمي هو اللي انطى الملف العراقي، انطى الارشيف العراقي للاسرائيليين والصهاينه، هو هذا الصهيوني امريكي صرف يريد اليوم يصير نبي. أنا اشكرك زيد من بغداد كان معنا. ثامر من كركوك، تفضل ثامر. ثامر تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعك عيني. تفضل عيني. عمر شلونك؟ اهلا بك. لا تفضلك. الله يسلمك. اشكرك واشكر برنامجك الطيب وقناه الرافدين. الله يسلمك. بالنسبه للموضوع انت حق استاذ عمر، لا يسوون اصلاحات ولا انتخابات نزيهه ولا يبطلون البوك، لان هم دندنهم البوك. الو. معك ثامر. اسمعك. ايه، والشغله الاخرى استاذ عمر، ارجوك اترجى رجاء اخوي ان تخلون القضيه المركزيه قضيه المحتقلين الابرياء، ارجوكم والله والله ناس ابرياء بالسجون. نعم والله ناس ابرياء لا حول ولا قوه بالسجون. نعم، هذا دائما احنا نسلط الضوء عليه، على هذا الملف الانساني دائما في صوتكم جزاكم في النشرات الله. لا هذا واجبنا هذا. نعم اشكرك استاذ عمر. استاذ عمر يعني نعم. اسمعك يعني استاذ انا اسال واتمنى ان يجيبون على اللي يتصلون بعدي حول قصف البحثات الدبلوماسيه ببغداد. نعم يمن ينفون هاي الصواريخ ويسنترون ويطلقون الصواريخ، يعني ما يمرون بسيطرات، ما يمرون بتفتيش، شلون يعني ينزلون باراشوت ومن القمر؟ انا بس اسال احد يجاوب من بالله، شلون يعني شنو شغل السيطرات؟ نعم بس ارجع اعرف يعني هاي النقطه. الو. نعم معك. سمعت استاذ عمر؟ اسمعك ما اريد اقاطعك. نعم. اشكرك. اقول لك هذا اللي يطلقون الصواريخ جاعد حاليا. نعم. من يطلقون الصواريخ شلون يعني شلون يعبرون بالسيطرات؟ يعني ما يتفتشون؟ يعني وكانه محميين واكو من يعني ما يقدر احد يتجرأ يقول لهم انتم شو تسوون ما تسوون. وهو هذا يعني هو هذا الواقع، هو هذا واقع الحال. مو القى القبض عليهم ودقائق واطلق سراحهم ما قدر هددوا وهدهم. هاي استاذ عمر. نعم استاذ عمر. نعم هاي مو كلام مش عامل الجمهوري قبل فتره طلع على احد القنوات قال قوات مكافحه الارهاب القوا القبض على مجموعه من حزب الله، قال جو طبوا للمنطقه الخضراء واحتقلوا ضباط جهاز مكافحه الارهاب، يقولوا الكاظم يتوسل بغاد العامري ونور المالكي حتى بس يسحبون جماعه حزب الله من المنطقه الخضراء. يا استاذ عمر. نعم. ايه الله المعين. ما بالك بالمسكين الفقير اللي يحتقلونه، وين راح يروح خاطر؟ الله بس ارجع اقول يعني. نعم. اني اشكرك اخي ثامر من كركوك كان معنا. من كركوك كذلك معنا محمد. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز انا رد على هذا اللي قبل شويه اتصل بيك. نعم. يعني ليش يتجاوز على سيد مختزل؟ سيد مختزل انسان مرجع ديني وما له علاقه بالموزينات، ليش هيك؟ نعم. نعم استكمل فكرتك اخي محمد. الو. استكمل اخي محمد تفضل. ليش يتجاوز يعني على المرجعيه على سيد مختزل؟ بالنسبه لسيد مختزل رجل يعني هو ما له دعوه ولا الشغله، بس يعني مثل ما تقول يهدئ الامور دائما، يرتب الامور، مو ما يأجج وكذا، وذول خارجين عن القانون ترى. نعم. نعم محمد.
يعني هالمتظاهرين شايل الشاشين هدوم المتظاهرين، اكو متظاهر شايل السكينه ويا برحمه الوالدك هو اللي طالب بحقه، اللي طالب يعني يشيل سكينه ويا او مسدس. وين شايل السكينه؟ تقصد القبعات الزرق يعني؟ لا مو القبعات الزرق، هي قبعات الزرق اللي كتلوا بالنجف واللي ببغداد، هذا شفناه صوره وصوت. متظاهرين ما شايلين سكاكين، قبعات الزرق اتباع التيار الصدري هم اللي كتلوا وضربوا. الو اسمعك اخي اسمعك. والله يا اخي انا اقول المتظاهر المحترم يوقف ويطالب بحقه بصوره مؤدبه. نعم ايوه، حتى توصل بصوره صحيحه، يوصل يعني يوصل قضيته بصوره صحيحه، مو يسوي هرج ومرج وتروح بيها روحك وروح غيرك وروح وروح الناس. زين 700 شهيد و35 الف جريح، شو تقول عليهم؟ منو قتلهم ذولا؟ قتلتهم الميليشيات. قتلتهم الميليشيات، وين الحكومه العاد من هاي الميليشيات؟ هسه الحكومه احنا بالنسبه لنا احنا نخاف على ارواح العالم. تمام. نخاف على ارواح العالم، والله الحكومه لا مستفاده من عندها ولا من الاحزاب. ماشي، وين لعل التحقيق بهذا الملف؟ انت البارحه قرات التغريده مال سيد مقتدى الصدر لو ما قرات هالبيان؟ استاذ عزيز اكو بعض المتظاهرين مو مؤدبين وشايلين ياهم اسلحه وهم هم هم مو خوش اوادم، هم مو خوش اوادم. نعم. اي قسما بالله هم مو خوش اوادم. هل متظاهر كتل احد من القوات الامنيه، قنص احد من القوات الامنيه، اعتقل، اختطف احد من القوات الامنيه، لو العكس هو الصحيح؟ القوات الامنيه ما لا تخطف ولا تقتل، اكو ناس غيرها تقتل. هو احنا من نقول هذا المصطلح يعني نقصد به الميليشيات وغيرها والطرف الثالث اللي يسمونه هم، وكله تحت واحد يعرف الثاني. اخي العزيز العراق إيراد الحاكم قوي. نعم إيراد الحاكم، يعني انا ما اريد امجد بالحقبه السابقه، ولكن إيراد الحاكم قوي. نعم يفرض سياده القانون. نعم إيراد الحاكم قوي. زين احنا مو بدولة ديمقراطية على اساس ليش نزعل اليوم من يتم انتقاد شخصية كانت دينية او سياسية او حزبية؟ يا ابو مو مال ديمقراطية، احنا مو مال ديمقراطية يا اخي العزيز. بعد شلون؟ على قولتك كان بقينا على ذاك النظام وخلص. ليش غيرنا؟ لا ذاك النظام غيرته امريكا ما غير الشعب. بالضبط ماشي. غير اليوم انا يكون إن كنت مرجع أو زعيم تيار أو قائد حزب، إذا الشعب يريد يسبني يريد ينتقدني ليش أضوج؟ ما أخلي صدري واسع وخلي الناس تنفس، وأنت تعرف ظروف العراق وصار لهم 17 سنة الناس مهمومة، دول السياسيين ماكلين الشعب. أخي العزيز والله كتلنا جوع من وراء هاي الأحزاب الدينية. تمام، فليش احنا نترك الكبيره ونشلب بالصغيره؟ والله متصل انتقد السيد مقتدى، والله متصل يغير من نار قلبه. هسه احنا نوبات حتى اكو متصلين يخابرون يسبوننا، شو تسوي له يعني؟ شو تسوي له يا اخوي؟ السيد مقتدى رجل، السيد مقتدى هم جزء الرجال. مل ايش مل؟ شنو اللي قدمه؟ عنده وزراء بالحكومات من 2005 ولحد الان، اعضاء بالبرلمان، شنو اللي قدموا؟ انت تتذكر قبل سنه من فاتوا لبيوتهم اللي هم اتباع التيار الصدري اللي هم وزراء كانوا ومسؤولين بايقين ما مخلين. تتذكرها لو ما تتذكرها؟ يا ابا هو البوق هو ظل شيء بالعراق ما انها هاي مشكله. لا انا ما يصير اتغاضى عن شخص وافتح عيني على باقي الاشخاص، انا لو اكون عادل على الكل، وهذا مثل ما كل انسان قابل للنقد، قابل للنقد لا عيب في ذاك شرعا وقانونا، ما ابي شيء. استاذ عزيز بالنسبه للسيد، بالنسبه للسيد شوي من وقتك ثواني. نعم بالنسبه للسيد، السيد ما لا يبوق الرجل، لا له علاقه، ما له شغله بهاي الامور، ولا يطلب بجيبه دينار حرام. زين شلون يعني شلون تحلف بمكانه انت
منين جاب له على الطياره خاصه وهاي الاملاك اللي عنده والسيارات والارتال منين جته؟ سؤال يا ابي، هل هي هدايا من السعوديه؟ هدايا من دول الجوار. هاي ماشي، هدايا وهبات. أنا أشكرك أخي محمد من كركوك، كان معنا زياد من بغداد. تفضل زياد. زياد تسمعني؟ يبدو أن فقدنا اتصال مع زياد من بغداد. عندنا متصل آخر لو نستكمل الموضوع. نستكمل الموضوع. طبعا المسؤول الحكومي لفت إلى أن علاوي، يقصد وزير المالية علي علاوي، غير قادر على إدارة الوزارة بطريقة صحيحة وفق نظم وأسس مالية يمكن أن تحافظ على الوضع المالي للبلاد، وأكد وجود تحركات نيابية لعزل وزير المالية من منصبه بسبب فشله في إدارة الأزمة المالية. وخلال الأشهر الخمسة الماضية فشلت حكومة مصطفى الكاظمي في حل المشاكل الاقتصادية والأمنية العالقة، إذ اعتقلت قوة حكومية في يونيو حزيران الماضي عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله فرع العراق في منطقة الدورة جنوبي بغداد، لأنها أطلقت سراحهم فيما بعد بسبب ضغوط سياسية وميليشياوية. كذلك لم تحقق العمليات الأمنية التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي لضبط الأمن ونزع السلاح المنفلت في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في تحقيق أهدافها، بعد أن اقتصرت على مناطق محددة دون اقتحام معاقل السلاح الحقيقية. معنا اتصال عمر منين؟ من الفلوجة. تفضل عمر. عمر، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. مو حاليا البرنامج شلون؟ شلون عيني عمر؟ انقطع اتصال عمر من الفلوجة. زياد من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل زياد. زياد تسمعني؟ زياد، زياد تسمعني؟ نعم، هناك مشكلة بالصوت مع زياد من بغداد. زياد تسمعني؟ ألو ألو، أسمعك. زيد أنا. زيد تفضل عيني، تفضل. شلونك دكتور؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. أرد على أخي اللي قبل شوي تقدمي. يقول جبت الطاري السيد مبتدى. نعم. أنا يا حبيبي ما جبته بالمزينة، هو جاب السالفة. هو لما راح باب المنطقة الخضراء واعتصم وقال أني لن أخرج من المنطقة الخضراء إلا بإصلاح. نعم. وجدت التأهوات وجابت لك جنط مال الدفاتر وصعدها وراه. وقاموا اللي بعده أخذهم بالخدمات والفراش يتبركون بها، وهو نعم. أخذ الدفاتر وراه. يا حبيبي أنا ما ساب لي، هو لا نبي ولا مرسل، رجل دين عادي. نعم يا أستاذ عمر، عليش هو زعلان؟ منطيت كم دينار بالسرايا وين هو؟ نعم يعني هاي قوت العراقيين اللي نبعوا ما أحسن قلب 700 الظاهر ما أحسن قلب عليهم 20,000 مدري 30,000 جريح ما أحسن قلب عليهم، بس على سبيل مقتدى القبعات الزرق تذبح وتخطف وتقتل، اغتصاب للأطفال. نعم يا أستاذ عمر، أنا أريدك أنت ترد عليه أستاذ عمر. نعم، وأنا قلت له يا عيني يا زيد، أنا قلت له، قلت له كل شخصية كانت سمعتك. كل شخصية سمعتك. كانت مرجعية دينية، ماكو خط أحمر، العراق هو الخط الأحمر. نعم، لا نقبل بالتجاوز، التجاوز هو هذه هو لغة التجاوز. لا بس اسمح لي، التجاوز هو لغة الضعفاء. كل إنسان قابل للنقد، كل إنسان قابل للنقد. من أين لك هذا؟ أنت تقول لي زعيم ديني وأنت عندك وزراء وبرلمانيين، مين جتك هاي الفلوس؟ شنو هاي كلها هدايا؟ خاضع أنت للمساءلة، أنت لست فوق القانون. خاف هسه الوقت، الوقت إلك والغيرك، ما يبقى الوقت هيك. ومثل ما قلت له، قلت له احنا لعد اذا هيك ما نقبل، والله هذا اللي يحكي على فلان وهذا اللي يحكي على، كان ظلينا على صدام حسين وابوك الله يرحمه، خلاص عليش مو تبع عمر، كان ظلينا على شخصيه واحده وابوك الله يرحمه. هسه عندنا ما شاء الله الاف، ياهو اللي يجي صار لي تاج راس وصار لي خط احمر،
ما نخلص احنا. يبوقون لا تحكي، يقتلون لا تحكي، يسرقون لا تحكي، وكلها ما شاء الله تحكي لي بالمبادئ ويحكي لي بالاصلاح، وعلى الارض قتل واختطاف وفساد وسرقه. انا اشكرك اخي زيد من بغداد كان معنا. عمر من الفلوجه يعاود الاتصال، تفضل عمر. عمر تسمعني؟ عمر يبدو ان هناك مشكله بالاتصال مع عمر من الفلوجه. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. مرت سنه كامله حر برد جوع عطش، ما تراجعنا، واجهنا الاحزاب القمعيه والحكومه الفاسده وما تراجعنا. لن نتبرر من ثوار تشرين الاحرار. ساند اخوتنا في كربلاء المقدسه، قمعانه وين الملل؟ لأن على أبو إيران لأبو كل واحد يوالي إيران، خلوا ولاكم للعراق. ها هم الأبطال ثوار ساحة التحرير. خوش والثورة مستمرة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي قال بأن السبب الحقيقي وراء عجز الحكومة عن ملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد يعود إلى خشية الحكومة من التقرب من هذه الجهات المحمية سياسيا، ورجح استمرار عمليات القصف التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمنازل السكنية وتكرار مجزرة الرضوانية التي راح ضحيتها سبعة أفراد من عائلة واحدة. وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية صرحت في وقت سابق بأن من وصفتها بالمجاميع الإرهابية أطلقت صاروخي كاتيوشا من منطقة حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية في العاصمة بغداد. معنا اتصال أم محمد من الموصل، تفضل يا أم محمد. أم محمد تسمعيني؟ انقطع اتصال مع أم محمد من الموصل. طبعا أكو مشكلة بالاتصالات وأكو تشويش. إذن 5 أشهر على تولي مصطفى الكاظمي على لرئاسة الحكومة في العراق، ما الذي تحقق من الملف الأمني، الملف الاقتصادي، الفساد في العراق؟ هذا الملف اللي نهش ودمر مؤسسات الدولة ودمر المجتمع مع الأسف. تحالف النصر اللي زعم حيدر العبادي قال بأن قيام الحكومة بتشكيل اللجان حول استهداف البعثات الدبلوماسية والاغتيالات يهدف لإشغال الشارع العراقي عنها. وأضاف القيادي في التحالف عقيل الإرديني بأن الحكومة تمتلك معلومات كاملة عن تلك العمليات لكنها لا تعرضها على الرأي العام، وأشار إلى أن رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي مطالب بمصارحة الشارع بشأن المتورطين بقتل المتظاهرين واستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق. ملف الآخر، خلال 5 أشهر احنا أول ما استلم مصطفى الكاظمي قال لك راح ألقي القبض على قتلة المتظاهرين، وراح يتم إطلاق سراح الناشطين، وبس نلقى كل ما يتم اغتيال، طبعا مسلسل الاغتيالات بقى مستمر بل تصاعد، وكل ما يتم اغتيال ناشط يروح يعزيهم ويقول لهم الشغلة يمي وأني أكشف القتلة وإلى آخره. لحد الآن هذا الملف لم يوضع له أي حل. هاي تشكيل لجان، والتشكيل لجنة يعني تخدير، يعني صرف ملايين الدولارات على هذه اللجان وبالنتيجة ماكو شيء. الصواريخ مستمرة بتوقع على رؤوس الأبرياء. مثل ما قلنا الموضوع المالية وموضوع الرواتب، احنا اليوم دلاقي صعوبة الموظفين، هاي صار لهم تقريبا يعني راح يدخلون على 40 يوم، ولحد الآن ما استلموا رواتب الشهر الماضي. والحديث عن أنه العراق يمر بأزمة اقتصادية، ربما 6 أشهر لا سامح الله إذا ظل الوضع على ما هو عليه راح يفلس، من راح يداينه بعد؟ من يعطي
هاي ما خلوا دولة بالسنوات الماضية ما دينا ومن عندها. وهذا السبب كله تراكمي طبعا، الحكومات السابقة حكومة الملك الأولى والثانية والسرقات المتهمة بها، يعني وزير المالية ربما علمود هذا التصريح يريدوا يقيلونه، وزير المالية خاما يطلع من جيبه ويقوم يصرف على الموظفين. أكو ميزانية، وإحنا نعرف قبل كم يوم يلا أقروا الميزانية مال هاي السنة 2020 وهي راح تخلص، قال 250 مليار دولار، 250 مليار دولار سرقت من خزينة الدولة. يعني هاي شون واحد حاط هنكاش وإجوا أخذوها الجماعة، هذا عدا المشاريع الوهمية، عدا ملفات الفساد، عدا وإلى آخره. هاي 250 مليار هذا بتصريح حكومي، طبعا الرقم أكثر، تم سرقتها من خزينة الدولة. فملفات كثيرة لم تحل لا بعهد مصطفى الكاظم اللي صار له خمسة أشهر، عادل عبد المهدي حدث ولا حرج عن فترته، رجل ضعيف، رجل ضعيف جدا، وقبل العبادي والمالك تركة المالكي كانت كبيرة، وباعتراف الساسة قبل كم يوم جبر صولاق قال بأنه فترة المالكي الثانية كانت فترة كارثية على العراق. معنا اتصال عمر من الفلوجة يعاود الاتصال، تفضل عمر. جزاك الله، السلام عليكم. السلام وعليكم الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك استاذ، بس اريد الاحظ شغله البارحه على الفيسبوك بخصوص الزوار. بخصوص شنو؟ بخصوص الزوار البارحه في الاربعين ايام. نعم. واحد قال قلاصات مع لبن ما اعرف شنو، يقول اشرب وانعل عمر. نعم. يعني انا اشوف هذا الشيء مو صحيح، يعني هاي طائفيه ما عندنا هذا الشيء. نعم. هاي مو تدري لو اكو نعم. دوله اكو حكومه كان هذا شالته وحاسبته حالته للقضاء، لان هذا نعم. تهمته تهمه الارهابي نعم. اللي يأجج الفتن نعم. واللي يقتل الناس، هذا كذلك هذا نعم. يلعب على الوتر الطائفي. بس شو تسوي هاي نعم. هم حكام العراق الان هم طائفيين. هذه هي مصيبة. المفروض يعني هذا الشيء مو صحيح، واحنا شعب خمار، واحنا المفروض يقول يد واحدة نعم. ضد الناس الفاسدة، ضد شو وقت راح نستغر لعاد، شو وقت نصف الفاسدين. نعم. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك والله يا أخي عمر، اترحت بس لا خير في أناس يلعنون أمهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأمهات وزوجات النبي أمهات المؤمنين كما هو معروف، فليلعن أمه هذا لا خير فيه. بس هاي طائفية، هذا من هو صغير قال لأبوه هيش، قالت لأمه هيش، لا يفقهون شيء، جهل مترسخ، وهاي ورثوها، تورثت هذه الطائفية من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد وهكذا، وهذا مثل البغبغاء يردد ما سمع هذا الشيء. مساكين ذولا طبعا مساكين، يعني هذا الذي ما يحرك عقله وما يقرأ وما يشوف الدنيا وين صايرة، هذا مسكين، هذا إنسان مسكين. أم محمد من الموصل، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلونك؟ يا أهلا. الله يبارك، حاولنا المكالمة. يا هلا بيش عيني أم محمد، تفضل يا أسمعك. هلا أستاذ عمر، شلونك؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك، أنا أسمعك، تفضلي. أخبارك؟ بخير الحمد لله، كله تمام، تفضلي عيني. الله يبارك فيك، نشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك ويخليك. أريد أقول فد شغلة. تفضلي. كثر الفساد وكثر الفقر وكثر الجوع والعريانين والأطفال واليتامى والأرامل، هذه إلى أين راح تودينا؟ راحت نعم. ودينا وين هاي فهالك؟ وين شبابنا؟ راحت شبابنا، قربت شباب بعمر الورد اللي كانوا اللي من السنة، راحوا كلها بادت، كلها فاتت بالسجون والمعتقلات، وما فعص ولا قصاد. هنا شباب بعمر الورد يومية تتقتل وتتذبح. يا عراق، هذا يا عراق احنا عايشين به، كل بيت ناسا، كل بيت يوميا ما يحط راسه على المخدزة ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الى متى هذا الظلم؟ الى متى هاي الحياة التعبانة؟ الأطفال كلها شباب راحت، يعني هسه كان يلتهون بالدراسة، يلتهون
شهادات ووظائف، هم راكبين التوك توك ويحاربون يدورون لهم وطن. وين الوطن؟ ضاع الوطن، ضاع. صعبة بعد، صعبة نلقي وطن احنا، صعبة. نحن النساء تعبنا تعبنا، يعني أطفالنا كلها تدمرت، شبابنا كلها راحت، ربيناهم دموع العين يقبلون أولادهم يسجدون على السرد على الشار ما يشوفوهم، يقبلون ينحرمون من ظناهم، ما اعترقت قلوبنا. نحن ليش مجبورين بندفع الثمن؟ هذا الناس تسوي وناس تدفع الثمن، نحن ليش ندفع الثمن العراقيات؟ هاي من حرب ايران يا سنة احنا ننطي شهداء، كافي شهداء، كافي، ارحمونا. يعني التالي اكثر راح تصفى هاي الدنيا، هاي من نحن صغار لحد الان حروب 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 ومعارك. اطفالنا تعبت، يعني الطفل هسه ما يلاقي له فاكهه حليب يشرب، ولا ما لك الى شيء يشرب. العجايم ظلمت، الاطفال هذول محرومين من كل شيء. عجل يلملمون من القمامات وياكلون، هم العراقيين، هم اطفال العراق يلملمون من القمامه ويفترون بالمزابل وياكلون. ايش راح يسوي هذا الشاب؟ هذا الاب ايش يسوي اذا ما عنده حق حفاظات وحليب؟ كل شيء راح يقدر يسوي، راح يضيع العوائل، الشابات عضيع، النساء عضيع، الدنيا الدنيا كلها ضايعه مقلوبه قلب. يعني هذول طلعوا يدورون وطن يذبحون. اللي يقول لا اله الا الله يذبح، يا ربي برحمتك انت ارحم الراحمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا ربي الهي بردا وسلاما على العراق، اللهم بردا وسلاما على العراق، اللهم فرج هم المهمومين يا ارحم الراحمين الراشد رب العالمين. ما ظل عندنا بس رب العالمين، هو اللي خلصنا من هذا الابتلاء اللي احنا فيه، هذا ابتلاء عظيم. ونعم بالله والحمد لله على كل حال. واشكرك استاذ عمر، الله يبارك فيكم ويوفقكم، ويشكر قناتكم المفضله. الله يسلمك ويخليك ويحفظك ام محمد، انا اشكرك. حسين من بلجيكا، تفضل حسين. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، حول هاي الميليشيات الطائفيه اللي ولاها لايران، نعم هذول اكبر خونه، ولكن ولا مرة حكيت لنا على الخونة أهل السنة والجماعة، أنتم أهل السنة، ولا مرة حكينا على خيانتكم. عبد الملك السعدي، عبد الملك السعدي قاعد بالأردن، وهذا هو أبو الأردن، هو خائن وأبوه خائن وجده خائن. والله أنت خائن، والله أنت الخائن للعراق وأمثالك الخونة، أنت وأمثالك الخونة. يعني شو العلاقة الشيخ عبد الملك؟ طبعا قاعد بعمار رجال كبير، شو يسوي الرجال؟ أنه قاعد لأن البلد مو آمن، هم إذا قعد مثل ما اغتالوا أخوه بالرمادي قبل حوالي 10 سنوات، هم إن شاء الله الله يعطي الصحة والعافية. يعني مشكلة، شوف هذا الطائفي، طبعا احنا حتى قلنا للشباب بالكنترول، أي طائفي يعاود الاتصال، هذا مرة يطلع من إسبانيا ومرة يطلع من فرنسا، بس ما أعرف أخذه. هو بالبداية جالك ملف الميليشيات الموالية لإيران. احنا لما نتكلم الخونة مو بالضرورة يكون من أهل الشيعة، ترى موجودين ما شاء الله الخونة والفاسدين من الأكراد ومن السنة ومن الشيعة ومن كل الطوائف. ياهو التزم يقول لك أني ممثل أهل السنة، وهو لا يمثل ولا شيء. ويتزم الثاني يقول لك أني ممثل البيت الشيعي، وهو ما يمثل، شارع ما بلط بالجنوب. لكن هذا الخطاب، هذا الخطاب التعبان لضرب البرنامج ولتأجيج الطائفية معروف، معروف عند الجميع. بعد 17 سنة لا تنطلي هذه الطائفية وهذا الخطاب، بعد ما ينطلع على الناس. فأقول لك حسين حتى تريح نفسك، لا تتصل بعد، لا تتصل بعد، ريح نفسك أخويا وأقعد. أنت ظل بهاي عقليتك الطائفية المريضة، شوف لك طبيب نفسي ممكن تعالج نفسك، بلكي يلقى لك علاج. شنو أنت الخاطر الله ما تقول شنو أنت؟ يعني أنت قاعد ببلجيكا ها، وتيل تغذي الطائفية أكثر، شي لك علاقة بالناس؟ يعني ليش هي الأردن مو بلد عربي؟ زين ما تحكي على جماعتك اللي جابوهم الأمريكان، ذولا مو خونة؟ ما تحكي على جماعتك اللي راحوا زاروا إسرائيل بزيارات سرية، ذولا مو خونة؟ الخان خان بغض النظر منين كان، من يا محافظة، من يا بلد، من يا دين، هو خان. فلا عبالك احنا مثلا، احنا اذا كان سني نحكي على السياسيين السنة وعلى الشيعة وعلى الاكراد، لا عندنا منصب بالحكومة ولا عندنا طمع في منصب، نتكلم على الكل من اجل العراق. هاي 17 سنة العراقيين يعانون معاناة بس الله سبحانه وتعالى يعرفها، وانت جاي قاعد الافندي تتفلسف براسنا، شوف لك غير مكان. واهم انصحك مرة ثانية، شوف لك طبيب نفسي خليه يعالجك مثلك وامثالك.
معنا اتصال ونكمل نكمل. لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت بأن ليس لديها علم بتشكيل لجنة للتحقيق بالخروقات التي تمس هيبة الدولة، وإنما طلعت عليها من وسائل الإعلام. وبين عضو اللجنة قاطع الركابي بأن من المعروف في العراق بأن تشكيل اللجان التحقيقية يهدف لتسويف القضايا، وأشار إلى تشكيل العديد من اللجان التي لم تخرج بأي نتائج تذكر. وتساءل الركابي عن مصير نتائج تحقيقات اللجان السابقة، وأكد بأن اللجنة الجديدة ستكون كسابقاتها التي لم تصل إلى أي نتيجة طيلة الفترات السابقة. كان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أعلن عن لجنة للتحقيق بالخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق والتزاماته الدولية. طبعا تقرير نشره موقع وور أون ذا روك الأمريكي أكد في تقرير مفصل له بأن ميليشيا حزب الله باتت تمثل ميليشيا إيران المدللة في العراق ويدها الضاربة، وأصبحت تحظى بدعم غير مسبوق لتنفيذ أجندة طهران في العراق وفي المنطقة. طبعا كذلك ميليشيا حزب الله يعني معانا في التحريض ضد المتظاهرين دعت إلى تطهير ذيقار كما أسمتها ممن وصفتهم بالأشرار. واعتبر القيادة في الميليشيا حزب الله أبو علي العسكري بأن ما جرى من أعمال تخريبية في كربلاء هي من عمل من سماهم المندسين، وفي هجوم مباشر على شبان ومتظاهرين مدينة الناصرية التي شكلت على مدى الأشهر الماضية عصب الحراك أو شكلت عصب الحراك ضد الطبقة السياسية. قال القيادي في الميليشيات ما حدث في كربلاء أمس كان مصدره جماعات مندسة تنتسب للناصرية على حد قوله. شباب طلعوا شارين أعلام، شارين أعلام، ما ضربوا أحد، لا ضربوا أحد سكينة، لا شايلين بندقية، ضربتوهم. وين الاندساس بالموضوع؟ وين المندسين بالموضوع؟ طبعا بالمقابل احنا البارحة كانت الحلقة كلها على هذا الموضوع. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نددوا بالتهديدات التي أطلقها الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد المتظاهرين، واتهم ناشطون عناصر تابعين للصدر بالاعتداء على المتظاهرين مثل ما فعلوا في وقت سابق، كما اتهموا الصدر بتهديد المتظاهرين عبر البيان الذي أصدره إثر الاشتباكات والذي هاجمهم فيه بأوصاف وتهديدات صريحة. كذلك أفادت مصادر صحفية بأن المتظاهرين في محافظة ذيقار أحرقوا مقرات تابعة للأحزاب الحاكمة في مدينة الناصرية. إذن كان موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو 5 أشهر على عمر حكومة مصطفى الكاظمي. ما الذي تحقق؟ للأسف لم يتحقق شيء على الأرض، لا على مستوى الفساد ولا على مستوى التحقيق في قتلة المتظاهرين. الملفات الأمنية والمالية ما زالت عالقة بل في سوء مع الأسف. إطلاق صواريخ الكاتيوشا إن كان على مطار بغداد أو على المنطقة الخضراء وما يصيب من الأهالي، وكان آخرها قبل أسبوع عندما يعني استشهد 7 من عائلة واحدة. لم يتم إلقاء القبض على هؤلاء، لم يتم إلقاء القبض على هؤلاء. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أخوي عمر، أخوي عمر، لا خمسة أشهر ولا سنة ولا سنتين، هذول إصابة مكتملة، واحد يكمل الآخر. يعني يشوف الدليل قدامك بأن الجماعة كاتيوشا وهاي ويدرون بها يعني النصن وكلها مشتركة بها السيطرات، شلون طبه وشلون ضربه، هذا ما يحرك ساكن ولا يقدر يسوي شيء. نعم يعني هو من نفس الفئة الجتي اللي تروح للمجانين يقولون يا بيصير حكومة بظل الاحتلال، يقول لك لا هو مجنون. يعني مو بقى يقول لك لا ما يصير. فهذول يا أخي جايين دمار العراق، وهاي القتلة ما يزمهم أبد ولا يفكرون بهم. إنهم جاء غرضهم قتل العراقيين، وإلا يعني رئيس وزراء ما أضف وزرائي ما أضف شيء. بس هو واحد مرتبط بالثاني، ولا راح يقدم ولا بعد 100 سنة لا سامح الله يجيبهم عليها ذولا ما يحبه له شيء. فلذلك هم عصابة واحدة، كل واحد على حصة من العراق، حالة حال البقية الزبانية القديمين كانوا بالعراق. ولذلك ما يعني العراق إذا ما أهله مو ما فيه. يعني يتهمون الناس
بين لما يرفع علم العراق وريد العراق واني ضد المحتل او هاي ما يرضون هالشيء هذا، يرضون العراقي عبيد لهم وبرعوب وما يخلوه يعني يعيش حياه حره كريمه. هذا هذول كلهم هذول كلهم هذول مو عراقيين ولا يهتمون للعراق ولا يهتمون للعراق ولا يهمون يوم طفل ولا مره ولا شيخ ولا اي شيء. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا، وقبل تحية الختام نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام ونذكرهم بالتردد الجديد لقناة الرافدين واللي هو 10727 على مدار القمر نايل سات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.